متابعي قنوات تلفزيون الجزائرية، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص والذي يتزامن والدخول المدرسي لموسم 2023-2024. في هذا اللقاء الخاص يسعدني أن نستضيف السيد وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بالعابد. سيدي مرحبا وشكرا على تلبية دعوة التلفزيون الجزائري. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. شكرا لكم سيد الوزير. سيد الوزير، تابعنا التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح بحول الله، وكنت قد تابعت من قبل أيضا تصريحات لكم، قلتم أنكم باشرتم في التحضير لهذا الدخول المدرسي بداية من الدخول في العام الماضي. سيد الوزير، ربما سؤال مباشر، هل كل الظروف جاهزة لاستقبال التلاميذ غدا سيد الوزير؟ شكرا لكم سيدي المحترم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لكم، تحية للمشاهدين الكرام، شاكر لكم حضوركم وإتاحة فرصة الحديث عن الدخول المدرسي 2023-2024، عشية الدخول إلى المدارس. وبالفعل يوم الثلاثاء 12 من الشهر الجاري ترأس السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، أين أعطى المزيد من التوجيهات والمزيد من الإرشادات والمزيد كذلك من التعليمات لضمان دخول مدرسي ناجح وكذلك موسم دراسي ناجح. نعم. أطمئنكم سيدي المحترم وأطمئن كذلك كل المشاهدين الكرام وكل المواطنين وكل أولياء أن أعددنا العدة وقمنا بكل ما يلزم القيام به لتأمين دخول مدرسي ناجح. وكما تفضلت مع صواب، تم الشروع في تحضير الدخول المدرسي ابتداء من شهر نوفمبر من سنة 2022، أين بشرنا بشكل مبكر إجراءات التحضير للدخول المدرسي في كل جوانبها، جوانب ما تعلق بالتلاميذ، ما تعلق بالتأطير، ما تعلق بالهياكل، وما تعلق بالتنظيمات التربوية. والحمد لله رب العالمين، في هذا اليوم نحن في جاهزية تامة لدخول أبنائنا في ظروف حسنة، وكل قطاعات الدولة تدخلت بشكل أو بآخر في تأمين هذا الدخول. وهناك يعني دوائر وزارية تعمل معنا مباشرة، كوزارة الداخلية، كوزارة أخرى تتعامل معنا لتأمين هذا الدخول. أقول وزارة الداخلية لأنها شريك أول في الدخول المدرسي، بحكم أن التعليم الابتدائي تقوم وزارة الداخلية بتأمين الكثير من الهياكل ومن مقتضيات الدخول المدرسي، إن على مستوى الهياكل أو كذلك على مستوى كل العمليات الخاصة بالدخول. وأذكر كذلك وزارة التضامن، نعم، التي كذلك ترافقنا في ضمان عمليات تضامن واسعة في شرائح المتمدرسين على مستوى الوطن. جيد، سنتحدث عن هذه النقاط بالتفصيل بعد قليل سيد الوزير. سيد الوزير، ربما بلغة الأرقام، كيف سيكون هذا الدخول المدرسي للموسم 2023-2024 سيد الوزير؟ شكرا. إذن كما جرت العادة، هناك تزايد في تعداد التلاميذ، وهذا ما يحدث تزايد في عدد المؤطرين وفي عدد الهياكل. وبعنوان وبرسم الدخول المدرسي 23-24 سيؤم مقاعد الدراسة يوم 19 من الشهر الجاري، أي يوم غد. نعم. سيؤمه 11,145,598 تلميذ وتلميذة، منهم ما يفوق يعني 5,800,000 بالنسبة للتعليم الابتدائي. نعم. ما يساوي 3,700,000 بالنسبة للتعليم المتوسط من أبنائنا، وما يفوق 1,600,000 من بخصوص التعليم الثانوي. كل هؤلاء سيلتحقون بمقاعد الدراسة وسيؤطرهم أزيد من 576,000 أستاذ وأستاذة، وأزيد من 401,000 إداريين، بما يجعلنا يعني في تعداد موظفين بين تربويين وإداريين يضاهي 977، أي نحن على مشارف المليون موظف في قطاع التربية الوطنية. كل هؤلاء إن شاء الله سيؤمنون دخول مدرسي بكامل التأطير وفي كامل ربوع الوطن إن شاء الله. جيد سيد الوزير، 11 مليون تلميذ أكيد تحتاج إلى هياكل مدرسية وإلى مرافق أيضا، هل كل الظروف محضرة في هذه النقطة سيد الوزير؟ شكرا لكم. هناك ذلك يأتي بالأمر إلى شكر وزارة السكن، أنها هي كذلك تشارك بدور كبير وفعال
في تشييد مؤسسات تعليمية لضمان أماكن بيداغوجية لتلاميذ الجدد الوافدين، وكذلك لضمان الحصول على نسب تغطية متوازنة بين المؤسسات. وسحضيرة المؤسسات التربوية التعليمية للأطوار التعليمية الثلاث برسمها الدخول ستكون في تعداد 29,102 مؤسسة تعليمية بين مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية. إذن بالنسبة للمدارس الابتدائية راح نكون في عدد 20,437 مدرسة ابتدائية، راح نكون في 5,974 متوسطة، وراح نكون بحول الله في تعداد 2,691 ثانوية، ناهيك على مرافق وهياكل الدعم كالمطاعم المدرسية والتي تقوم بتشييدها وزارة الداخلية. وبالتالي فسنكون إن شاء الله في عدد يفوق 1,600 مطعم مدرسي، وكذلك ستكون هناك استلام مرافق جديدة هي المدارس الابتدائية. سنستلم برسم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله ما مجموعه 338 مؤسسة، مؤسسة تعليمية فيها 201 مدرسة ابتدائية، فيها 88 متوسطة، وكذلك فيها 49 ثانوية، كلها مرافق جديدة اجتهدت الدولة وعملت بدون هوادة لتأمينها كمؤسسة جديدة ستعمل على إضفاء تعداد معقول ومتوازن على مستوى معدل تعداد شاغلي الأقسام يكون عدد معقول وفي إطار الأنصبة المعمول بها تربويا. كذلك استلمنا بعنوان هذا الدخول بالنسبة للرياضة 8 ملاعب مدرسية، وكذلك 29 وحدة كشف ومتابعة التي تشرف على المتابعة الصحية لأبنائنا وبناتنا على مستوى المؤسسة التعليمية. هذه هي ربما في خلاصة وفي عجالة أرقام وليست كلها على كل حال. نعم، مرافق مهمة وعدد هائل من الهياكل المسلمة والتي تنتظر التسليم كما قلتم في الموسم المقبل. شكرا، ملاحظة جيدة، لأنه هذا التعداد هو مرشح للارتفاع. لأنه نحن سنستمر في استقبال وإنشاء هذه المؤسسات، التعداد الذي ننتظر استلامه في الأيام القليلة المقبلة سينتقل بنا إلى قرابة 500 مؤسسة تعليمية بالمراحل التعليمية الثلاث سيتم إنشائها واستعمالها وتخفيف الضغط على أبنائنا فيها. جيد. سيد الوزير، ننتقل إلى نقطة أخرى هي نقطة مهمة أيضا في كل مرة في كل دخول مدرسي، قضية الكتاب تعود لتفرض نفسها. بذلتم العديد من المجهودات من أجل توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب. هذه السنة هل في إجراءات جديدة من أجل ضمان توفير الكتب المدرسية في كل المؤسسات التربوية سيد الوزير؟ شكرا لكم سيدي. بالنسبة للكتاب المدرسي، الإجراءات التي بدرنا بها السنة الماضية تم الاحتفاظ بها وترقيتها وتوسيعها. ولقد تلاحظون قد تلاحظون معي انه لم يعد كتاب اشكال توزيع الكتاب او بيعه مطروح حاليا. لانه تم تنويع اليات بيع الكتاب على مستوى الميدان. هناك اكثر من 71 مليون نسخه للكتاب تم توزيعها ابتداء من شهر جونفي من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيه، وكلها الآن على مستوى المؤسسات. الكتاب يوزع يباع على مستوى المؤسسات، وكذلك على مستوى نقاط بيع، وتقريبا غالب المؤسسات التعليمية هي في نفس الوقت نقاط بيع. كذلك هناك معارض، كل ولاية عندنا 58 معرض لبيع الكتاب. هناك فضاءات، عندنا 51 فضاء تجاري أشرفت عليه وتقننه وتنظمه وزارة التجارة وأعطت للكتاب مساحة فيه، أي أنه وزارة التجارة مشكورة جدا أعطتنا في كل هذه الفضاءات التجارية التي نصبتها على مستوى الولايات فضاء خاص ببيع الكتاب المدرسي. كما يتم كذلك من بين الإجراءات التي قمنا بها لتسهيل إيصال الكتاب للأولياء سواء عن طريق البيع أو عن طريق المجان، لأنه هناك من أبنائنا ما يقارب 40% يستفيدون مجانية بالكتاب مجانين، وهذا لا يحدث إلا في الجزائر والحمد لله رب العالمين. إذا قرابة نصف المتمدرسين وعددهم يبلغ 11 مليون ويفوق يتحصلون على الكتاب لكل المواد مجانا. والكتاب كذلك هناك ابتداء من السنة الماضية
قمنا بتنصيب آلية الدفع عن يعني المخالصة عن بعد لاقتناء الكتاب ولتيسير الأمر بالنسبة للأولياء. هناك كذلك ما يفوق 12228 مكتبة خاصة هي كذلك تبيع الكتاب، وتبيعه بنفس الأسعار التي يباع فيها في المؤسسات التعليمية. والجدير بالذكر هنا هو أنه سعر الكتاب هو سعر مستقر ولم يتم الزيادة ولو سنتيم، وهذا للسنة الثانية على التوالي، بالرغم من أنكم تعلمون أن سعر الورق ارتفع كثيرا، إلا أننا أخذنا القرار لعدم الزيادة في سعر الكتاب، والحمد لله يعني الكتاب متوفر بأسعاره المعقولة، ولا يوجد في يومنا هذا مشكلة توزيع أو بيع الكتاب في بلادنا. جيد. سيد الوزير، الدولة دائما تسهر على توفير كل الظروف من أجل ضمان تمدرس ناجح، سواء من الجانب توفير الظروف وحتى في الجانب البيداغوجي، لا سيما تتذكرون معي سيد الوزير أنه من التزامات سيد رئيس الجمهورية الالتزام 37 وحتى الالتزام 47 يصب في هذه النقطة. كانت هناك عديد من المستجدات خاصة العام الماضي، هذه السنة هل فيه مستجدات سيد الوزير سواء من الجانب البيداغوجي أو الجانب الاستراتيجي أيضا؟ سيد، شكرا سيد المحترم، هذا سؤال مهم ويعطيني الفرصة لذكر الكثير من المستجدات. تعلمون أنه في السنة الماضية كان هناك الكثير من المستجدات، وفي الحقيقة كل المستجدات هي تنفيذ لقرارات السيد رئيس الجمهورية وتنفيذ لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي هو موجود في مخطط عمل الحكومة. فكل المستجدات تدخل في هذا الإطار، وبرسم هذه السنة وهذا الدخول وفي الجانب البيداغوجي بطبيعة الحال تعلمون أنه سيتم برسم هذا الدخول تنصيب السنة الرابعة من يعني السنة اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من تعليم المتوسط. كنا قمنا بذلك في السنة الماضية للسنة الثالثة، والآن سننصب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة على أن تكون السنة الخامسة في الموسم المقبل إن شاء الله. كل مقتضيات هذا التنصيب متوفرة وقمنا بها في وقت مبكر، من كتاب صياغة برامج، من كتاب، من تأطير. ولقد لاحظتم معنا توظيف في هذه السنة 4144 أستاذ وأستاذة متخصصين في لغة، حملت شهادة ليسونس في الإنجليزية، الذين سيشرعون في العمل في تدريس أبنائنا الإنجليزية في السنة الرابعة ابتداء من هذا من يوم 19 يعني من غدا، من يوم غد. كذلك هناك تنصيب شعبة الفنون في السنة الثالثة من التعليم الثانوي. تعلمون أنه بتنفيذ لقرار السيد رئيس الجمهورية تم تنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لبلادنا ابتداء من السنة الماضية، والآن في هذه السنة ستصل هذه الشعبة إلى السنة الثالثة. ومن مستجدات الدخول كذلك امتحان شهادة البكالوريا في جوان المقبل إن شاء الله، وحتى التسجيلات في هذا الامتحان سنشرع فيها كما هو الحال بالنسبة للشعوب الست الأخرى ابتداء من شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله. ما هو جدير بالذكر وما هو ما يدعو إلى التفاؤل هو أنه نسبة النجاح لأبنائنا من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ثانوي في هذه الشعبة بلغت في السنة الماضية أكثر من 96%، أي أن هناك نجاح، نسبة نجاح كبيرة وكبيرة جدا. وتعلمون أنه هذا يدار في ثانوية الشهيد علي معاشي رحمه الله، ثانوية الفنون. وتم كذلك تدشين داخلية بهذه المؤسسة جديدة بها بعنوان هذا الدخول، وبالتالي فالأمور تسير في الاتجاه الحسن، وهناك إقبال كذلك متزايد على هذه الشعبة. والحمد لله أننا ننتظر إن شاء الله في هذه السنة نسبة نجاح يعني جيدة في هذه الشعبة. كذلك من بين مستجدات هذا الموسم الدراسي ومستجدات استراتيجية جدا هي تنصيب التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي. وهي لما أقول هذا الأمر، التربية البدنية والرياضية كانت موجودة في التعليم الابتدائي، لكن تنصيب تأطير متخصص هي سابقة في تاريخ الجزائر، وهي تجعل الجزائر تلتحق بمصف الدول المتطورة، لأنه قليلة تلك الدول التي تؤمن تأطير متخصص لهذه المادة على مستوى كل المؤسسات. رأيتم أنه منحت لنا 12877 منصب لتأطير هذه المادة، وقمنا بذلك وانتهينا من العملية، والآن الأساتذة يخضعون إلى تكوين كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة الإنجليزية، والتكوين سينتهي إن شاء الله يوم غد يعني، وسيشرع هؤلاء في
عملهم. بالنسبة لهذه المادة كذلك من بين التحديات التي رفعتها الدولة، ولا أقول قطاع التربية لأنه كان مجهود مشترك، هو ضمان الهياكل والمرافق الرياضية على مستوى المدارس. لدي تعلمون أنه ليست كل المدارس التي تحوز هذه المرافق، ولكن بمجهود بتضافر الجهود وبمتابعة شخصية لسيد الوزير الأول للأمر وتسهيله للأمور، وكذلك السيد وزير الداخلية. فعلى مستوى المدارس هنا هناك عدد من المدارس بها ملاعب رياضية، ولكن كذلك كان عدد غير كافي. ذهبنا إلى المساحات المتوفرة على مستوى المؤسسات والتي تكون آمنة لأبنائنا، واستكملنا ما تبقى على مستوى يعني مرافق رياضية تم وضعها تحت تصرف المدرسة، سواء على مستوى متوسطات مجاورة أو ثانويات مجاورة، وعند الاقتضاء على مستوى هياكل ومرافق رياضية تابعة لوزارة للجامعات المحلية وللبلديات. وكذلك شارك معنا في هذا المجهود وزارة الشباب والرياضة، مشكورة جدا كذلك، ما جعلنا نؤمن هذه المرافق. بقي عدد قليل وقليل جدا، لا يتجاوز يعني 60 مدرسة. نحن الآن نقوم بالنظر في حل هذا الإشكال، والشكر كذلك موصول في هذا الأمر للسيدات والسادة الولاد الذين قاموا بمجهود كبير جدا لمرافقتنا على توفير المرافق التي كانت تنقصنا. جيد سيد الوزير، نبقى في الجانب البيداغوجي اذا ربما سمحتم. نعم تفضل سيد. ربما بالنسبه للمستجد ذهب بي الحديث كثيرا على التربيه البدنيه، لانه مكسب كبير واستراتيجي جاء في قرارات السيد الرئيس. من بين كذلك المستجدات تعلمون ان التوجه الحالي للدوله الجزائريه هو توجه علمي، توجه تكنولوجي صحيح، سواء على خاصه على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي. ورايتم انه هناك مدارس عليا وطنية عليا تم تشييدها كمدرسة الذكاء الاصطناعي أو الرياضيات أو الأنظمة أو النانو تكنولوجيا، وكذلك الأنظمة الموجهة. وهذا يقتضي ويفرض على التربية الوطنية أن ترافق هذا التوجه، وبالتالي حتى في هذه السنة ونتاجا للإجراءات التي أخذناها لترقية وتشجيع توجه إلى شعبة الرياضيات والتقني الرياضي، هذه السنة ارتفعت نسبة التلاميذ الموجهون إلى هذه الشعبة بشكل محسوس جدا، ونطمح إلى المزيد إن شاء الله. هناك ثانوية محمد مخبي كائن مقرها بالقبة اللي هي الثانوية الوطنية للرياضيات، تمت مضاعفة طاقة استيعابها لاستيعاب أكثر عدد من تلاميذ. كنا في عدد 160 تلميذ، سنذهب إلى قرابة 500 تلميذ هذه السنة، وهي كلها مجهودات نقوم بها يعني لترقية التخصصات العلمية في قطاع التربية الوطنية. من المستجدات كذلك هي التربية المرورية، وهذا كذلك مستجد كبير واستراتيجي، ونحن سعداء لهذا المكسب. هذا المستجد هي ابتداء من هذا الدخول سيتم إنشاء عبر برامجنا وعبر الدروس التي تعطى لأبنائنا في المدارس والمتوسطات والثانويات، سيتم إشاعة ثقافة مرورية، وكذلك سيتم إعطاء كل يعني المعطيات وكل التوجيهات خاصة بالثقافة المرورية. وهو إجراء هي ليست مادة، لأننا آثرنا أن لا تثقل كاهل البرامج بمواقع أخرى، ولكن هي مادة عرضية موجودة في برامجنا. بالنسبة للابتدائي ستكون إن شاء الله في التربية المدنية، وستكون في اللغات وفي مواد ذات صلة بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي. نصرنا كذلك دائما على المستوى البيداغوجي، هناك جهاز المعالجة. نحن قمنا في السنة الماضية بتنصيب امتحان تقييم المكتسبات، وقمنا بتقييمه في الصائفة الفارطة على مستوى ندوات، على مستوى المقاطعات التفتيشية، ثم على المستوى الولائي، ثم على المستوى الجهوي، وصول إلى المستوى الوطني. وخرجنا بكثير من التوصيات ومن التوجيهات ومن الانتقادات البناءة على مستوى الندوة الوطنية، ثم قمنا بعمل أين تم يعني غربلت هذه الاقتراحات وهذه التوجيهات وهذه كل ما جاء في هذه المراحل. تم الخروج بجملة من توصيات سيتم الأخذ بها في الشكل وفي المضمون لتحسين أداء الامتحان. ما سمح به الامتحان في هذه السنة بالنسبة للسنة الأولى المتوسط هو المعالجة، يعني حتى لا أعيد ما قلته مرارا وتكرارا في السابق، جدول الامتحان تحدثنا عليه كثيرا الآن. أبنائنا الذين اجتازوا ونجحوا
وذهبوا إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط، الذين سيدخلون غدا إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط، هؤلاء هم نجحوا وتحصلوا على معدل 5 من 10، لكن نجحوا بثغرات وربما بنقائص لا تدركها العين المجردة ولم يكن يدركها التقييم السابق. الآن بدفتر المكتسبات وبشهادة المكتسبات كل أستاذ في مادته سيرى ماذا اكتسب التلميذ الذي هو متمدرس على مستواه وماذا لم يكتسب، وهناك إجراءات بيداغوجية مدروسة ومحسومة سيخضع لها أبناؤنا لكي تعطى لهم فرصة النجاح أكثر وكذلك فرصة المرور بمعدلات تعكس المستوى الحقيقي الذي نريد الوصول إليه. هناك كذلك كمستجدات بالنسبة للجانب البيداغوجي مدونات سلوكية. نعم. هذه الملف قمنا به في إطار يعني معالجة ملف العنف في الوسط المدرسي، وعملت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية مع المفتشين ومع كل كوادر وكذلك مع المديرية العامة للتعليم، وخلصنا إلى مدونة سلوكية بالنسبة للأولياء بالنسبة للأبناء وكذلك بالنسبة للإدارة، مع وسنذهب يعني الغاية من هذا أننا سنذهب إلى تقييم سلوكي سيحتسب في معدلة أبنائنا إن شاء الله في السنة ربما القادمة. الآن هذه المدونات ستكون محل تنفيذ ومحل متابعة على مستوى مؤسستنا التعليمية إن شاء الله. هذا الجانب البيداغوجي. سيد الوزير، قبل أن ننتقل للجانب الاستراتيجي، تم تقليص الحجم الساعي في عديد المواد مع الحفاظ على المحتوى هذه المواد. ربما العديد من المتابعين يتساءلون هذا التقليص ألن يؤثر على تحصيل التلاميذ؟ سيد الوزير شكرا وبارك الله فيك، ذكرتني في إجراء بيداغوجي مهم جدا وهو مش تقليص وإنما التخفيف. تخفيف، جيد، لأنه فرق كبير بين التقليص والتخفيف. التخفيف هو من الإجراءات المطالب بها منذ القديم، والتخفيف جاء كذلك في برنامج السيد رئيس الجمهورية. ولقد قال السيد الرئيس أنه أتركوا أبنائنا يعني يدرسون في أريحية، وبالتالي فيها يعني هي. وأنا اطلعت على ردود الأفعال تاع الأولياء، الأمر استحسنه الجميع. لأنه هو تخفيف، وكذا خاصة في الابتدائي أبنائنا في سن مبكرة، وتم بالحفاظ على كل ما يلزم الحفاظ عليه في هذه البرامج تم الوصول إلى تأمين يعني 2.5 يوم، يعني يوم الثلاثاء ويوم الخميس بالنسبة لأبنائنا المتمدرسين في مؤسسات التي تدرس بالدوام الواحد، حتى المؤسسات التي تدرس بالدوام الجزئي أو بالدوام يعني الكلي. الكلي، نعم. هؤلاء كذلك سيستفيدون من هذا التخفيف. التخفيف هو يمس بالدرجة الأولى التلميذ، وكذلك يمس التأطير أساتذتنا الذين كذلك سيعفون هذه السنة من تدريس التربية البدنية والرياضية، وبالتالي فهنيئا لهم وهنيئا لمن وظفوا لهذا الغرض وهنيئا لأبنائنا. ونحن ماضون إن شاء الله في إعادة النظر في هذه البرامج على نحو يؤدي الغرض المطلوب في المدرسة الجزائرية. نعم، جيد. سيد الوزير، تحدثنا عن المستجدات من الجانب البيداغوجي، الآن ماذا عن الجانب الاستراتيجي سيد الوزير؟ شكرا. بالنسبة للجانب الاستراتيجي أو ما سمي كذلك بالجانب التنظيمي، نحن في حاليا في يعني المعالجة الأخيرة لوضع لتغيير منظام الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بإدخال المديرية العامة للرياضة. لماذا؟ لأن هذا أول كان بتعليمات وجهة من السيد رئيس الجمهورية الذي يرمي إلى مرافقة هذا الإجراء الاستراتيجي الذي تم اتخاذه على مستوى الميدان بتكليف تأطير متخصص بالتدريس مادة التربية البدنية، ولكن كذلك لترقية النخب الرياضية المدرسية، لأنه الرياضة مشتلة النخب الوطنية الرياضية تأتي من المدرسة. ولاحظنا أنه في السابق تم يعني هذا الموضوع كان فيه تراجع محسوس، وبالتالي أخذ السيد الرئيس هذا القرار الوجيه والسديد، ونحن أتممنا كل الإجراءات وقريبا جدا ستكون مديرية عامة للرياضة المدرسية. هناك التربية البدنية والرياضية التي هي مادة وتعالج بهذه الصفة، وهناك مديرية أخرى تعتني بالرياضة المدرسية، والرياضة المدرسية معروفة وآلياتها معروفة، وننص كذلك مع وزارة الشباب والرياضة لإنجاح هذه المهمة النبيلة والسديدة. هذا بالنسبة لمديرية المديرية العامة.
بالنسبة لاعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، هنا كذلك نحن عشية صدور نصوص جديدة تحكم كيفيات اعتماد هذه المدارس. التعليم الخاص في الجزائر الدولة تشجعه وتجعل منه يعني مع التعليم العام هي منظومة مدرسية ودراسية واحدة في البلاد، ونعمل الكثير لأجل مساعدة هذا النوع من التعليم وإعطائه كامل الفرصة للانتشار في يعني والعمل عبر ربوع الوطن مع احترام القوانين ومع ضبط الأداءات. وبالتالي هذا القانون جاء ليعطي الكثير من المزايا لهذا التعليم ويعطيه تسهيلات، ولكن كذلك يضع له ضوابط ويجعل كذلك إدارة التربية لها عين رائد ترى ما يدور داخل هذه المؤسسات لترافق هذه المؤسسات وكذلك لتحملها على البقاء في إطار القانون. هذا بالنسبة للمدارس. سيد الوزير، في هذه النقطة إذا سمحت، من نقطة المدارس الخاصة، هناك ربما إن صح التعبير شبه قلق بالنسبة لأولياء التلاميذ الذين أبنائهم يدرسون في المدارس الخاصة، قضية البرنامج. هل هناك إلزامية لهذه المدارس بأن البرنامج الذي يقدم إلى التلاميذ يكون البرنامج الوطني سيد الوزير؟ لأن هناك بعض المدارس تدرس البرنامج الوطني وفي ساعات إضافية تدرج برنامج آخر سيد الوزير. والله القانون واضح، وهذا أمر لا نقاش فيه. كل مدرسة تعتمدها وزارة التربية الوطنية هي ملزمة بتطبيق البرنامج الوطني، وهذا أول بنود دفتر الأعباء. إذا تدريس برنامج غير البرنامج الوطني غير مسموح به. أما أن تكون هناك مدارس للغات تعتمد مش من التربية ولكن من جهات أخرى فقد يكون، لكن البرنامج الدراسي لأبنائنا لابد أن يكون البرنامج الوطني دون سواه في هذه المدارس، وهذا هو القانون وإن شاء الله يلتزم الجميع. والقانون المنتظر هذا سيأتي بالمزيد من التوضيحات والمساعدة على هذه المؤسسات لتطبق البرنامج الوطني في أريحية إن شاء الله. جيد سيد الوزير، نواصل في نواصل كذلك. هناك هيكلة وتنظيم اللجنة الوطنية للأولمبياد. تعلمون أننا الجزائر حازت وبحمد الله على نتائج غير مسبوقة على مستوى أولمبياد الرياضيات، وهذه رأيتم أننا المرتبة لبلادنا قفزت من المرتبة 74 إلى المرتبة 57 دوليا يعني عالميا في الرياضيات، وتبوأنا في عديد المرات في أولمبياد على مستوى بعض البلدان المرتبة الأولى. نحن الآن مصنفون في الرتبة الثانية عربيين وإفريقيين في الأولمبياد العالمية للرياضيات، ونطمح إلى المزيد إن شاء الله. وبالتالي فسنوسع أداء هذه اللجنة للذهاب إلى اختصاصات أخرى، اختصاصات تكنولوجية كالروبوت والذكاء الاصطناعي والبيئة، يعني سنوسع ويعني نحن في اللمسات الأخيرة لهذا العمل. كذلك قمنا ب يعني استصدار نصوص تنظيمية جديدة بخصوص المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذلك المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا لكي نحسن أدائها ونضبط أدائها، وهي خاصة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا هي تدرس البرنامج الجزائري لأبناء الجالية الوطنية بالخارج، و عملنا على أن يكون يعني وهم كذلك يعني أبنائنا في هذه المدارس في نفس الظروف تاع أقرانهم بالنسبة لأولئك لأبنائنا في الوطن. ولكن تمت كذلك إجراءات تساعد أبنائنا يعني أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج للتمدرس في ظروف حسنة. هذه النصوص تأتي لتحسين ظروف التمدرس ولمرافقة أبنائنا في المهجر. إذا هذه هي في الحقيقة يعني كذلك يعني ربما نزيد لكم إجراء آخر. بتعليمات من السيد الوزير الأول نقوم بتعميم يعني التنظيمات الممثلة لأولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات جمعيات أولياء التلاميذ، لأن أولياء التلاميذ شريك أساسي واستراتيجي، وبالتالي نسهل الكثير ونعمل الكثير من أجل توسيع تواجد تكثيف تواجد هذه الجمعيات على مستوى كل المؤسسات التعليمية عبر الوطن، مرافقة للمؤسسة، مرافقة للفعل التربوي،
وكذلك مرافقة لأبنائنا على مستوى هذه المؤسسة. يعني أولياء التلاميذ واحد من شركاء القطاع سيد الوزير، قطاع صحيح التربية. احنا عندنا شركاء، يعني عندنا أولياء التلاميذ وعندنا النقابات المعتمدة لدى القطاع. نعم. عندنا بالنسبة لأولياء التلاميذ يقومون كذلك بعمل ممتاز. نعم. يرافقون المدرسة، يرافقون في الإعلام، يرافقون في التحسيس، يرافقون في التوعية، هم حاضرون. عندنا فيدرالية وطنية لجمعية أولياء التلاميذ، عندنا الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، وعندنا الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ. هؤلاء يقومون بعمل ممتاز مشكورين عليه، وننتظر منهم الكثير، وهم يرافقوننا بدون هوادة وبإخلاص كبير وبإلحاح، وهم حاضرون معنا دائما. جيد سيد الوزير، ننتقل إلى محور آخر. تعرفون جيدا أن الرقمنة هي واحدة من رهانات الدولة، قطاعكم قطع شواطا كبيرة من أجل تعميم الرقمنة في قطاع التربية الوطنية. شاهدنا عديد من المدارس النموذجية التي تقدم دروسا بالألواح الرقمية مثلا. متى نصل سيد الوزير إلى تعميم هذه التجربة والوصول لما لا في قطاع التربية إلى الكل رقمي سيد الوزير؟ والله مشكورين، وهذا هو الهدف وهذا هو المبتغى. الكل الرقمي لا يدرك إلا باللوحات الرقمية، إلا إنما خاصة يدرك بالآليات الموضوعة لرقمنة العمليات، العمليات البيداغوجية، العمليات الإدارية، عمليات الفعل التربوي عموما. ونظام المعلومات لقطاع التربية الوطنية هو آخذ في التوسع، ونحن كما قلتم عن صواب في يعني ذاهبون الى الكل الرقمي. نعم. وهذه يعني تعليمات السيد رئيس الجمهوريه لكل القطاعات. لماذا الرقمنه؟ الرقمنه لكل ما تتيحه الرقمنه من شفافيه، من سرعه، من دقه، ومن التخلي عن الورق، وكذلك من فعاليه. رايتم في الاونه الاخيره، يعني رايتم حركه الاساتذه، اين نسبه التلبيه التي لم تتجاوز سابقا منذ الاستقلال 32%، ادركت 93%. ويعني 93% من اللي شاركوا راهم داو احدى رغبتهم. مررنا كذلك الى الدخول والخروج، ورايتم وتابعتم كيف فرح اشخاص كانوا في كل مره على مدار سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، كاين فيهم 10 سنوات. نعم. وهو بعيد عن الاسره والعائله، وقمنا بهذا بشفافيه كبيره وبترتيب معلن وبمعايير معروفه ومعلنه، واطلع الجميع، ولم يكن هناك مظاهر الغضب حتى من اولئك الذين لم يتحصلوا على رغبتهم، لأنهم اطلعوا أن من أخذ حظه كان لديه تصنيف أحسن. وهذا هو، هذا هو، هذا هو، هذه الطمأنينة وهذه الشفافية. وهذا الجزائري لما يرى أن كاين عدالة وكاين شفافية. صحيح. الحمد لله رب العالمين. رأيتم كذلك أنه بالنسبة للمتعاقدين هناك نتائج كذلك بشكل شفاف، يعني قام بها ما يقارب، يعني المسجلون، أبناء المسجلون قارب عددهم 1,000,000 مسجل. لم نرى اكتظاظ، لم نرى ازدحام امام مديريه التربيه، لم نرى ازدحام لاطلاع النتائج، لانه كل هذه المراحل كانت عن بعد وكانت بدون ورق، واطلع كل من يهمه الامر على ترتيبه. نعم. وعلى ترتيب من سبقه، وطلع على ان من سبقه في التعاقد هو لانه لديه نقاط اكثر من نقاطه، وتفاصيل هذه النقاط هي معلنه للجميع، وبالتالي هذه هي الرقمنه. وسنرقم كذلك كل القرارات الخاصة بالدخول المدرسي، خاصة بالتمدرس، يعني ما تعرفونه برخصة تخفيض السن، أو بإعطاء الفرصة لإعادة السنة، أو بتحويلات، كلها مرقمنة إن شاء الله لإعطاء الشفافية. وبالنسبة للتمدرس، هذه الإعلام الآلي أو المعلوماتية سمحت لنا بالتحكم في الأعداد، بمنع التجاوزات، بمنع إحداث اكتظاظ لا مبرر له. فوائد كثيرة، وفوائد يعني مفيدة جدا للتنظيم التربوي وللحياة الدراسية لأبنائنا، نجنيها من رقمنة القطاع. سيكون كذلك إن شاء الله في المستقبل القريب بالنسبة لأبنائنا النظام معلوماتي، يعني الإشعار المبكر، يعني في ربما في شهر أكتوبر سنصل إلى أنه كل تلميذ أو تلميذة لا يلتحق بالمدرسة سيشعر وليه عبر هاتفه النقال آنيا. نعم. وهذا جميل جدا ومهم بالنسبة لأبنائي، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي. كذلك لاحظتم أننا قمنا، يعني من شق آخر من الشق الاجتماعي المهني، قمنا برقمنة تسيير ومنح
ومتابعة السكنات الوظيفية وترشيد استعمالها. ونحن في مرحلة متقدمة جدا، قمنا بترقيم هذه السكنات وبحصر الحصول عليها من النظام الرقمي دون سواه، وبالتالي بدأنا في عملية تطهير رصينة غير متسرعة ولكن خاضعة إلى أحكام القانون، ونمضي بخطى ثابتة إن شاء الله إلى تطهير الحظيرة السكنية لهذا القطاع بهدوء وكذلك بعدالة وبشفافية، كلها مكاسب. التوظيف في قطاع التربية الآن كانش توظيف تقليدي، لكن كل عملية التوظيف النهائي عن طريق التعاقد هي عن طريق الرقمنة. جيد سيد الوزير، وأنتم تتحدثون عن الرقمنة، قضية الألواح الإلكترونية هل سيتم تعميمها على كل بلدية؟ يعني هل هناك رؤية من أجل الوصول إلى هذا الهدف سيد الوزير؟ شكرا لكم سيدي المحترم. بالفعل هناك رؤية وهناك استراتيجية وهناك تدرج في التجهيز، ونتابع يعني عن كثب تنصيب هذه اللوحات، لأنه ليس هناك تنصيب فقط ولكن هناك كذلك صيانة، هناك المتابعة. وبالتالي كنا في السنة الماضية قمنا بتجهيز 1629 مدرسة ابتدائية برسم الدخول 2023-2024 إن شاء الله سنجهز 1200 مدرسة ابتدائية أخرى، والمجهود متواصل بالرغم من تكلفة هذه اللوحات، لكن الدولة عازمة على المضي في هذا الأمر. هناك كذلك وأنتم تعلمون أننا أعطينا بالمجان الكتاب الرقمي لكل أبنائنا المتمدرسين في التعليم الابتدائي، وهو كذلك متاح بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي. وبالتالي فرأينا أنه تحفيز الأولياء وتمكينهم من هذا الكتاب الرقمي جعلهم يقبلون من استطاعوا إليه يقبلون على اقتناء اللوحات. وبإحصائيات قمنا بها على مستوى وزارة التربية الوطنية الذين اقتنوا، يعني الأولياء الذين اقتنوا اللوحات عددهم يضاهي يعني العدد، لما نأخذ العدد اللوحات أو التلاميذ الذين جاءوا بلوحات رقمية بمجهود عائلي خاص بلغ عددهم ما يضاهي 5000 مدرسة ابتدائية. إذا المجهود متواصل، ونعول كثيرا على أولياء التلاميذ لأنه الدولة ستستمر في هذا المجهود، وسنذهب إن شاء الله إلى التغطية ولكن بانتظام وبحسبان. وكذلك هناك اعتبارات بيداغوجية لابد من أخذها بالاعتبار، لأن هذه اللوحات لها المستويات التي يمكن أن تستعمل فيها في الابتدائي وليس كل المستويات، لأنه لابد من السماح كذلك لأبنائنا باستعمال مواردهم الخاصة في التعلم خاصة في السنة الأولى والسنة الثانية. وبالتالي سنذهب إن شاء الله للتعميم التدريجي لهذه اللوحات. جيد سيد الوزير، أكيد موظفو القطاع يتابعوننا الآن في هذا اللقاء، وهم ينتظرون أيضا صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، وتحدث عنه أيضا سيد رئيس في مجلس الوزراء الأخير. ما الذي يمكن أن نقوله فيما يخص هذا القانون سيد الوزير؟ مشكورين جدا. القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية هو في الحقيقة جاء في برنامج السيد رئيس الجمهورية، وباشرنا العمل لإصدار قانون يرقى إلى هذا المستوى، لأنه القانون لم يبقى قانون بادر به قطاع لكن الآن هو قانون موجود في برنامج رئيس الجمهورية، وبالتالي لابد أن يكون بهذا المستوى. ولهذا فقمنا بعمل حثيث ابتداء من 25 أكتوبر 2021 كان هناك عمل تم الاتفاق مع النقابات المعتمدة لدى القطاع وعددها 33 نقابة، وبحمد الله وفقنا إلى إقناع الشريك بأنه لابد من تحضير مشروع ثم النقاش من حوله، فاتفقنا على 4 أشهر قمنا بصياغة المشروع، ثم انتقلنا إلى الشريك واجتمعنا معه على مدار 35 اجتماع. كان هناك نقاش، كان هناك يعني نقاش مثري مسؤول، ولكن كان هناك التزام، والشريك يعني أبدى روح مسؤولية عالية في يعني خاصة الأمر يتعلق بقرار سيد رئيس الجمهورية. ويعني اتفقنا على يعني انتهى الأمر إلى إنهاء المشروع وإيداعه أمام اللجنة الخاصة يوم 28 ديسمبر 2022.
تم العمل به كذلك، ثم تم المرور بهذا المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، والسيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ليوم ثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أعطى تعليمات صارمة لوجوب الانتهاء وإقرار هذا القانون الخاص قبل نهاية قبل 31 ديسمبر المقبل إن شاء الله. الكثير من المكتسبات قادمة لكل موظف القطاع وعلى رأسهم الأساتذة، الأستاذ الذي أراده السيد الرئيس أن يرقى إلى مرتبة المربي، وأراد السيد الرئيس أن يميزه لتميز مهمته ولنبل مهمته، فتكون إن شاء الله مكتسبات مهمة لقطاع التربية في هذا القانون الخاص الذي ومن دون شك سيضفي الاستقرار والسكينة والطمأنينة في هذا الاستقرار في هذا القطاع لسنوات عديدة إن شاء الله. سنواصل العمل لاستصدار هذا القانون وفق توجيهات السيد الرئيس، وسيجد إن شاء الله كل فرد من أفراد الجماعة التربوية في هذا القانون ظلته إن شاء الله. جيد سيد الوزير، حتى نبقى في مجلس الوزراء الأخير، قرارات مهمة تم اتخاذها في قطاع التربية، لا سيما قرارات تخص العائلات محدودة الدخل وأيضا البلديات الفقيرة، هل من تفاصيل أكثر سيدي الوزير حول ما جاء في مجلس الوزراء بخصوص قطاع التربية؟ شكرا. قطاع التربية يعني في مجلس الوزراء اليوم 12 من الشهر الجاري، إحدى نقاط إحدى بنود هذا الاجتماع كان الدخول المدرسي 23-24. وبموجب هذا المجلس مجلس الوزراء أقر السيد الرئيس الكثير من الإجراءات الاستراتيجية والعميقة التي تهدف إلى المزيد من التنظيم ومن التفعيل للأداء المدرسي في بلادنا. وهذه القرارات كلها يعني كان القطاع بحاجة لها، وهي ستذهبنا إن شاء الله إلى مستويات أحسن. نحن نتطور سنة بعد أخرى. من بين القرارات هو أنه إعفاء البلديات ضعيفة الدخل أو التي تعاني من صعوبات مالية من أعباء تسير المدرسة، وبالتالي ستأخذ الدولة على عاتقها هذا العبء مكان البلديات التي لديها صعوبات، وهذا سيحل الكثير من المشاكل على مستوى بعض البلديات التي تعاني من عجز في التمكن من أعباء هذه المدارس التابعة لها أو الواقعة في إقليمها. كذلك السيد الرئيس أمر بوجوب إعطاء الأهمية الكاملة للإطعام المدرسي خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة، والإطعام المدرسي هو مرافقة استراتيجية لأبنائنا، هو إحدى أسباب استقرار الدراسة، هو أحد يعني من أهم يعني من أهم الأسباب الرئيسية لمحاربة التسرب المدرسي، وكذلك هو يعطي للمدرسة إقبال ويساعد الكثير على يعني على التخلص من الكثير من النقائص كالغيابات وكالمغادرة، وبالتالي فحتى بالنسبة للمطاعم المدرسية ستحظى بما هو لازم في الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله. احنا في السنة الماضية كنا بلغنا نسبة التغطية بالإطعام المدرسي 97.78%، ونطمح إن شاء الله بعرس من الدخول وقبل انتهاء الثلاثي الأول إلى الذهاب إلى 100% إن شاء الله. كل الأموال المرصودة، ووزارة الداخلية على قدم وساق على كل أصعدة، الصعيد الهيكلي أو التكفل المالي أو كل ما تعلق بالإطعام لضمان إطعام نوعي وكمي كذلك وفي كل مدارسنا. هذا كما كذلك كانت هناك أوامر بتفعيل دور الولات على المستوى المحلي للتكفل بتحضير الدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بالهياكل وبكل التجهيزات وبكل ما يتعلق بتوفير المرفق وتجهيزه. والتربية راكم تلاحظوا أنه سياسة البلاد أنه التربية يعني تتقدم بخطوات رصينة وثابتة ومحسوبة ومحسومة للاختصاص في الشأن البيداغوجي. نعم. وهذا هو الذي يهدف إليه السيد الرئيس بقراراته السديدة، ونحن ماضون في هذا الأمر كذلك. كذلك وفي هذا الصدد صدر أمر حتى نفعل ملف المطاعم المدرسية، صدر أمر بإنشاء الديوان الوطني للمطاعم المدرسية، وهو إجراء هادف وهادف جدا
سيحل الكثير من المشاكل وسيوحد الأداءات وسيغطي بشكل أحسن وبكيفيات يعني أفضل. هذا بالنسبة للمطاعم المدرسية. منحة التمدرس سيد الوزير؟ كذلك منحة التمدرس، منحة التمدرس أمر السيد الرئيس بأن بصرفها يعني ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله بصرفها على الأقل شهر قبل التاريخ تاريخ الدخول المدرسي. نعم. وهو يعني صواب هذا القرار هو أنه في بعض الأحيان يكون هناك تأخر مما يؤدي بصرف هذه المنحة في غير أوانها، مما يؤدي بها إلى صرفها في غير محلها، لأنها هي ممنوحة لحاجيات التمدرس لأبنائنا. سيلزم الجميع بالقيام بمهامه في الأجال المحددة لصرفها الشهر قبل الدخول المدرسي إن شاء الله. إجراء آخر استراتيجي ومهم جدا هو يعني كان هناك قرار أوكل كل ما تعلق بالتضامن المدرسي إلى الوزارة المختصة وهي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لأنه في هذا القرار شؤون كثيرة. أولا أنه الآن عمليات التضامن فيه ما يقوم به قطاع التربية الوطنية، فيه ما تقوم به وزارة التضامن، وفيه ما تقوم به وزارة الداخلية، وربما بالرغم من أن الدولة تؤدي في واجبها والأمور يعني في سير حسن إن شاء الله، ولكن لتجويد هذا الأداء ولما يتعلق الأمر بقطاع واحد ومن دون شك ستكون هناك فعالية أكثر وسرعة أكثر وتحكم أكثر ودقة أكثر. إذا هذا بالنسبة للعمليات التضامن. كذلك كانت هناك أمر بإعداد عرض سيلقى في مجلس الوزراء قادم حول رؤية استشرافية تضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وسوف يكون ذلك إن شاء الله. وهي كلها على كل حال قرارات سعدنا بها وسنعمل الكثير لتجسيدها، ويدخل كذلك في تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، وستعود بالفائدة على أبنائنا وعلى الأولياء وعلى المجتمع عامة إن شاء الله. جيد سيد الوزير، في الأخير تعودنا أنه في كل سنة تعطونا إشارة الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي من واحدة من ولايات الوطن. هذه السنة أين ستكونون سيد الوزير فيما يخص الدرس النموذجي؟ هذه السنة ربما فيه درسين سيد نعم الوزير. نعم، الانطلاقة بمشيئة الله وحوله إن شاء الله ستكون غدا من ولاية البيض، ثم بعدها سنشرف على الانطلاقة كذلك في ولاية نعامة، ثم في ولاية سوبهراس. أما بخصوص الدرس الافتتاحي اليوم الغد إن شاء الله، فبالنسبة لتلاميذ التعليم الإلزامي أي الابتدائي والمتوسط سيتعلق الأمر بدرس حول الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وسنغتنم هذه الفرصة لتحسيس أبنائنا وبناتنا بمحاسن ومساوئ استعمال هذه التكنولوجيات خاصة في هذه السن الحساسة. وبالنسبة للتعليم الثانوي سيكون الدرس الافتتاحي يتعلق باللحمة الوطنية والتآزر الوطني والتضامن الوطني وكل ما يربط أفراد المجتمع بمجتمعهم ووطنهم وحب الوطن وتقديس الوطن. هو أيضا موضوع حساس سيد الوزير. حساس جدا، ولكن المدرسة تعمل لترقية هذا الحس الوطني الكبير في صفوف التلاميذ إن شاء الله. جاي سيد الوزير في الأخير ربما أترك لكم لتقديم ربما كلمة للتلاميذ وأوليائهم وكل الأسرة التربوية سيد الوزير. شكرا. أولا أنا سعيد جدا بأن أتوجه إلى الأساتذة وإلى التلاميذ وإلى الأولياء وإلى كل مكونات الجماعة التربوية، جماعات وأفراد، كل بقيمته، كل بدوره، كل برتبته، من إداريين وتربويين وعمال مهنيين. أهنئهم على هذا الدخول المدرسي وأنتظر منهم الكثير، وجميعا إن شاء الله اليد في اليد نذهب إلى تأمين وإنجاح دخول مدرسي كبير، دخول مدرسي يدخل فيه أكثر من 11 مليون تلميذ إلى المدرسة، دخول مدرسي يؤطره قرابة مليون موظف وموظفة، ودخول مدرسي هو منتشر في ربوع الوطن على قرابة 30 ألف مؤسسة تعليمية. إذن كل هذا الزخم وكل هذا الدخول أنا على يقين بأن الحس التربوي لمنتهين التربية سيعطينا دخول مدرسي إن شاء الله
ناجحا، وسنمضي الى تنفيذ يعني تطبيق وتنفيذ المستجدات اليد في اليد ان شاء الله. اهيب بالجميع وبالشركاء الاجتماعيين من اولياء تلاميذ ومن نقابات معتمده لدى القطاع الذين عودونا في المحطات الكبرى للمدرسه يقفون كرجل وكامرأة واحدة ورجل واحد، يرصون الصفوف ويقومون بواجبهم كاملا. سيكون نجاح لهذا الدخول إن شاء الله، وكذلك أتمنى أن يكون نجاح للموسم الدراسي، ونمضي في تحسين مؤشرات القطاع وتحسين نتائجه وتنصيب المستجدات والطموح للمزيد إن شاء الله. فتحيتي لكل عمال وموظفي هذا القطاع واحترامي لهم وتقديري لهم. سيد عبد الحكيم بن عابد وزير التربية الوطنية، شكرا لكم. ولكم جزيل الشكر سيدي. بهذا نصل مشاهدينا لختام هذا اللقاء الخاص، نلتقي في مواعيد مقبلة بحول الله. تقبلوا تحياتي وتحية الفريق التقني والصحفي الذي أشرف على هذا البرنامج. سلام.